أعلن المستشار أحمد بن داري رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء اليوم التاسع من الأيام المخصصة لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية. وأضاف المستشار بن داري أن رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر تقدم بأوراق ترشحه إلى الهيئة. النهاردة اليوم التاسع للجنة تلقي أوراق الترشح، وفي تمام الساعة 3:48 دقيقة تقدم السيد حازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر بطلب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وبحوزته كافة المستندات المطلوبة وتزكيات من مجلس النواب، من أعضاء مجلس النواب 46 تزكية وعدد تأييدات 68,071 قيد الحصر حتى الآن، وتم استلام الأوراق وبالفعل جاري حصرهم وفحصهم مع عرض على لجنة الفحص وفقا للجدول الزمني، وده نهاية اليوم التاسع. بينتهي العمل اللجنة في تمام الساعة 5 مساء، ومستمر عمل اللجنة حتى باكر إن شاء الله في تمام الساعة 2 مساء هينتهي عمل لجنة تلقي أوراق الترشح.